ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن effects of gravity، يعني تأثيرات الجاذبية. انا عندي الجرافيتي يعني الجاذبية. الجاذبية دي بالنسبة لي بتبقى force، هي طاقة او قوة. القوة دي بتبقى قوة جذب. It is the force of attraction between objects that have mass. يعني أي حاجة عندي عندها mass كده كده الجاذبية بتأثر عليها. يعني أنا عندي الهيومن اللي هو إحنا، بتبقى الجاذبية بتأثر علينا. الجاذبية بتخلينا إن إحنا دايما لمسين الأرض مش بنطير. فالجرافيتي عندي بتبقى طاقة أو قوة سحب. هي الجرافيتي is pulling force only. pulling force only. يبقى لو جه قال لي gravity is a pushing force تبقى غلط. أنا الجرافيتي قوة سحب، يبقى pulling force. pulling force. pulling force only. طيب هي الجرافيتي أو الجاذبية بتأثر على الحركة بتاعة الأشياء إزاي؟ أنا دلوقتي الجاذبية بتأثر إن أنا دايما الأوبجكتس أو الأشياء بتاعتي هتبقى دايما، لو أنا جيت رميت كورة في الهواء أنا عارفة إن هي كده كده هتنزل للأرض. يبقى الفورس أوف جرافيتي pulls object down toward the ground. دي أول حاجة. يبقى أنا لو أنا في ماتش كرة سلة، يبقى أنا عارفة إن مهما رميت الكرة لفوق كده كده الكرة دي هتغير الاتجاه بتاعها وتنزل للأرض. طب هي هتنزل ناحية الأرض ليه؟ due to gravity. due to gravity. due to gravity that pulls the ball down toward the ground. يبقى أول حاجة إن the force of gravity pulls object down toward the ground. تاني حاجة إن إحنا قلنا لو أنا في لعبة باسكتبول هلاقي إن كل مرة the ball is thrown into the air it falls down toward the ground. In basketball game each time the ball is thrown into the air it falls down toward the ground. ده مش بس كده، ده كمان أنا عندي إن the force of gravity between sun and eight planets in a solar system keeps the planets revolve in fixed orbits. يعني أنا عندي الجاذبية مش بس أنا عندي على كوكب الأرض، لا أنا عندي كمان ما بين الشمس والكواكب بيبقى فيه force of gravity. طب ليه بيبقى فيه force of gravity؟ عشان أضمن إن الكواكب بتلف في المسارات بتاعتها، ملاقيش إن فيه كوكب خرج من المسار بتاعه. يبقى أنا عندي إن بيبقى فيه force of gravity between the sun and planets. في force of gravity between the sun and planets. يبقى في force of gravity between the sun and planets. يبقى the force of gravity between sun and planets in solar system keeps the planets revolve in fixed orbits. ايه كمان عندي؟ the gravity of moon affects the ocean tides. يعني انا عندي الجاذبية اللي جاية من القمر بتبقى ان هي بتأثر لي على المد والجزر. الاوشن tides. ocean tides. ocean tides. يبقى the gravity of moon affects the ocean tides. gravity of moon affects the ocean tides. يبقى أول حاجة the force of gravity pulls object down toward the ground. تاني حاجة the force of gravity between the sun and the planets in solar system keeps the planets revolve in fixed orbits. بس كده لأ. The gravity of moon affects the ocean tides. The gravity of moon affects the ocean tides. The gravity of moon affects the ocean tides. طيب احنا عايزين نشوف تأثير الجاذبية على حركة الأشياء. فأول حاجة عندي two examples. واحد اللي هو البوي on a slide. لو احنا دلوقتي على زحليقة وانا طلعت ان انا هتزحلق، يبقى انا اكيد عارفة ان انا كده كده اتجاهي هيبقى ناحية تحت. ليه؟ لان الجاذبية هتشدني ناحية تحت. يبقى the force of gravity pulls the boy so he moves down the slide. طيب لو مفيش جاذبية، if there's where no gravity اللي هيحصل، يبقى أنا هلاقي إن الطفل ده بيطير. ليه؟ لأن مفيش حاجة مسكاه. يبقى if there were no gravity there would be no force that pulls the boy downward and he would also not be held to the slide. يبقى أنا هلاقي إن الطفل ده مش بس إن هو مش مسحوب لتحت، لا ده كمان هلاقي إن الطفل ده طاير. يبقى الفورس اوف جرافيتي هتسحب الطفل ده لتحت. يبقى the force of gravity pulls the boy so he moves down the slide. طيب ايه كمان عندي؟ revolving of the moon around earth. انا عارفة ان القمر بيلف حوالين الكوكب الارض. يبقى revolving the moon around earth، وبقول revolving، طالما بقول revolving يبقى انا بلف حوالين حاجة. يبقى revolving of the moon around earth.
طيب أنا عندي إن the force of gravity pulls the moon so the moon revolves around the earth. طيب أنا عندي دلوقتي الجاذبية، الجاذبية هلاقي إن هي اللي بتسحب أو بتخلي إن المون يفضل بيلف حوالين كوكب الأرض. طب أنا اشمعنى قلت إن الأرث الجاذبية بتاعتها هي اللي هتخلي المون في مكانه؟ ليه ما قلتش المون؟ أقول عشان أنا عندي إن الجرافيتي بتبقى ناحية الأكبر، يعني عندي إن الأرث أكبر من المون، يبقى الماس أوف ذا أرث إز بيجر ذان ذا مون. طب ده هيفرق معايا في إيه؟ هيقول إن ان الجرافيتي اوف ذا ايرث از جريتر ذان ذات اوف ذا مون. يبقى كل ما الحجم الحاجه كبر كل ما الجرافيتي هتزيد. يبقى the force of gravity pulls the moon so the moon revolves around earth. طيب انا لو انا ما عنديش جاذبيه يبقى انا بالتالي هلاقي the moon will just float off in space. انا هلاقي ان القمر بقى طاير في الفضاء من غير ما اي حاجه تكون ماسكاه. يبقى if there were no gravity between the moon and the earth the moon would just float off into space. The moon would just float off into space. The moon would just float off into space. يبقى the moon would just float off into space. طيب أنا دلوقتي عندي إن الجرافيتي اتفقنا إن هي بتبقى القوة بتاعتها سحب بس، يبقى الجرافيتي pulls object towards the center of the earth. يبقى أنا عندي إن الجاذبية كل ما بتشد الحاجة بتشدها لمركز الأرض، يبقى towards the center of earth. Towards the center of earth. طيب أنا عندي الجاذبية، هل بتضطر إن إحنا لازم يحصل ما بيننا contact أو إن لازم إن إحنا نلمس بعض؟ لا، الجرافيتي non-contact force. Non-contact force. يبقى الجرافيتي affects two objects even they don't each touch each other. Even if they don't touch each other. هي بالنسبة لي non-contact force. يعني أنا الجاذبية ما بتمسكش الإنسان لكن بتأثر عليه، بتشده ناحية center of the earth. نيجي بعد كده أنا عندي إن الماس والجرافيتيشنال فورس. أنا عندي إن الماس ممكن بيأثر لي على الجاذبية، وده كنا لسه قايلينه لما كنا بنتكلم على الأرث والمون. أنا كل ما الجرافيتي الماس زاد كل ما الجرافيتي بتزيد. طيب لو الماس قل الجرافيتي تقل. طيب انا مش كده، يبقى انا دايركتلي بروبورشن، انا كل ما الحاجه دي بتزيد التاني بيزيد، كل ما الحاجه دي بتقل التاني بيقل. يبقى الريليشن دايركتلي بروبورشن، ريليشن دايركتلي بروبورشن. يبقى انا عندي دلوقتي ان الارث بيبقى bigger than that of the moon. يبقى مين اللي عنده الجرافيتي أكبر؟ هيبقى الأرث عنده more gravity than that of the moon. فيجي يقول لي give reason. Gravity of Earth is more than gravity of the moon. أقول له علشان إن الماس of the Earth is greater than mass of the moon. So Earth pulls moon towards its center. يبقى because mass of the earth is greater than mass of the moon, so earth pulls moon towards its centers. يبقى because mass of the earth is greater than mass of the moon, so earth pulls moon towards its center. طب ايه كمان ممكن يأثر لي على الجرافيتي؟ هي الديستنس، المسافة. عندي الديستنس and gravitational force. الديستنس عكس الماس. انا عندي كل ما الديستنس تزيد كل ما الجرافيتي تقل، كل ما الديستنس تزيد كل ما الجرافيتي تقل، والعكس كل ما الديستنس تقل كل ما الجرافيتي تزيد. يبقى أنا دلوقتي عندي إن distance and gravitational force as the distance increases gravitational decreases. As the distance increases gravitational decreases. يبقى relation هنا inversely proportion، على عكس مين؟ على عكس الماس والجرافيتي. الماس والجرافيتي الريليشن كانت directly proportion، لكن الديستنس والجرافيتي inversely. Distance and gravity inversely.
عندي بعد كده الفورس. الفورس يعني القوة. طيب أنا عندي قوة، إما هتبقى قوة سحب يا إما قوة دفع. It is a pull or a push that is applied to an object. الفورس أفتكر كده الباب، لما إحنا بنبقى رايحين نلاقي عليه كلمة push أو بيبقى عليه كلمة pull. بوش يبقى أنا هدفع الباب أو إيه هزقه، لكن السحب إن أنا هشده أو هسحبه كده عشان إن هو يفتح. يبقى الفورس it is a pull or push that is applied to an object. زي الصورة اللي قدامنا، أنا عندي طفل بيبقى إن هو بيزق العربة اللي قدامي، وإن الطفل التاني اللي ماسك الحبل ده بيسحبها. يبقى الفورس push or pull. أول ما يجي يقول لي it is a pull or a push يبقى force. It is a pull or a push that is applied to an object تبقى force. It is a pull or a push that is applied to an object تبقى force. It is a pull or a push that is applied to an object تبقى force. نيجي بعد كده عندي الwind turbine أو الطواحين بتاعة الهواء. أنا دلوقتي قلت طواحين الهواء، يبقى أنا إيه الحاجة اللي هتزقها؟ هي الرياح. يبقى انا عندي الحاجة اللي هتخلي الويند بليدز تتحرك، او اللي هي عندي التوربينات او الطواحين دي ان هي تتحرك، ايه هو؟ الرياح. يبقى الويند pushes on the blades of a wind turbine. Wind pushes on the blades of a wind turbine. طيب انا لما هزقها ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الطواحين بتاعت الهواء هتبتدي تتحرك. يبقى الويند turbine blade move. When the turbine blade move. When the turbine blade move. نيجي بعد كده نتكلم عن الماجنتس. انا عندي المغناطيس. المغناطيس بيبقى عنده فورس. الفورس دي بسميها ماجنتيزم. ماجنتيزم اللي هي المغناطيسية. طيب انا عندي الماجنتيزم، لما اجي بقربه من اي حاجة مثل بيحصل ايه؟ الحاجة دي بتتشد او بتتجذب. يبقى it is the force of attraction. It is the force of attraction or repulsion. لما اجي بحط north قدام north الاقي ان بيحصل الريبولجن، بيتنافروا. لما اجي احط اتنين ماجنت، واحد ساوث والتاني ساوث، هلاقي بيحصل ريبولجن. يبقى الماجنتيزم ممكن تبقى طاقة سحب او طاقة دفع. It is the force of attraction or repulsion between two magnets or between a magnet and an object. يبقى it is the force of attraction or repulsion between two magnets or between a magnet and an object. It is the force of attraction or repulsion between two magnets or between a magnet and an object. لأن احنا قلنا ان الطاقة او القوة بتاعت الجذب او التنافر دي ممكن تبقى ما بين الاتنين ماجنت. جبت north and south هيحصل attraction. North and north هيحصل repulsion. أو ما بين magnet و object، زي لما أنا بجيب الماجنت وأجيب paper clips، هلاقي إن ال paper clips will be attracted to the magnet. يبقى عندي it is the force of attraction or repulsion between two magnets or between a magnet and an object. يبقى it is the force of attraction or repulsion between two magnets or between a magnet and an object. نتكلم بعد كده عن الـ pulling force of magnet. يبقى أنا عندي في الحالة دي الماجنت هيسحب الحاجة ناحيته، فالماجنت pulls paper clip up. يعني لو حط paper clip قدام الماجنت وقربت الماجنت منه، هلاقي إن هي الـ paper clips بيحصل لها سحب. pulling force. يبقى بالتالي الإفكت هلاقي إن الـ paper clips move to the magnet. على عكس ناحية تانية هيحصل pushing force of a magnet. أنا لو جيت على الصورة اللي على اليمين خالص، لما حطيت الأحمر ناحية الأحمر، لقيت إن أنا بيحصل إيه؟ الماجنت بيبعد الماجنت التاني عنه. الماجنت push away another magnet. يبقى الماجنت push away another magnet. يبقى الإفكت بتاعي إن هلاقي إن الـ other magnet is pushed away. يبقى أنا لو حطيت ماجنت والماجنت التاني على نفس اللون، هلاقي إن الاتنين بيبعدوا عن بعض. يعني لو north and north هيحصل pushing force، لو south and south هيحصل pushing force. إمتى الاتنين يمسكوا ببعض؟ لو الاتنين لونين مختلفين، south and north. south and north هيحصل pulling force، على عكس الايه؟ لما يحصل north and north أو south أو south هيحصل pushing force.
بعد كده عندنا شوية نوتس مهمة. احنا عندنا ان الجرافيتي بتبقى الفورس بتاعتها بولينج بس، يعني انا عندي ان الجاذبية القوة بتاعتها بتبقى سحب بس. يبقى لو جي قال لي ان الجرافيتي كان اكزيرت بوشينج فورس تبقى غلط، الجرافيتي كان اكزيرت اونلي ا بولينج فورس. على عكس الماجنت، الماجنت احنا قلنا بيبقى عنده قوة سحب وقوة دفع اللي هي بولينج اور بوشينج. يبقى while a magnet can exert a pulling or a pushing يبقى عنده الاثنين. بعد كده كنا قلنا ان انا عندي كل ما البلانتس او الكواكب بيبقى حجمها كبير كل ما الجرافيتي او الجاذبية بتبقى اكبر. يبقى bigger planets have more gravity than that of smaller planets. يبقى bigger planets have more gravity than that of smaller planets. بعد كده ان الفورس اوف جرافيتي، انا عندي ان الجاذبية بتحافظ على الكواكب في fixed path around the sun، بتخلي ان البلانت بيلفوا في وضع ثابت حوالين الشمس، لازم ان هم بيلفوا في الاوربتس بتاعتهم. يبقى the force of gravity keeps the planets revolving fixed path around sun. The force of gravity keeps the planets revolving fixed path around sun. قلنا the earth's gravity is more than that of the moon. ده طبيعي لان انا عندي ان الارث بيبقى الحجم بتاعه اكبر من القمر. يبقى the earth's gravity is more than that of the moon. يبقى بالتالي مين اللي هيشد مين؟ يبقى اكيد كوكب الارض هو اللي هيشد القمر ناحيته. يبقى the earth's gravity is more than that of the moon, so it pulls the moon toward its center. الجرافيتي كمان بتساعد ان انا بغير الدايركشن بتاع الحاجة، بغير الاتجاه. ازاي؟ انا دلوقتي لو برمي الكورة لفوق انا عارفة ان الكورة دي هتلف وهتنزل لتحت، يبقى غيرت الاتجاه بتاعها. يبقى الجرافيتي change the direction of anything you throw into the air. Gravity changes the direction of anything you throw into the air. Gravity changes the direction of anything you throw into the air. Gravity change anything you throw into the air. طيب انا عمال اقول ان كده كده ان الاوبجكتس اللي برميها ترجع تاني. طب هي بترجع toward فين؟ Towards the center of the earth. Towards the center of the earth. يبقى all objects on او near the earth's surface بتبقى بيحصل لها سحب لتحت لفين؟ لمركز الارض او center of the earth. يبقى all objects on or near earth's surface are pulled down towards the center of the earth. All objects on or near earth's surface are pulled down towards the center of the earth.